دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في دوري أبطال أوروبا. وبخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة أسامة طلعت ملتقى مبدعي ونقاد أدب الطفل الخمسين الذي ينظمه مركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول حب الوطن في شعر الأطفال، ويناقش الملتقى نص مسرحية شعرية للأطفال بعنوان العالم الغالي الساعة 12 ظهرا في قاعة الندوات بدار الوثائق بكورنيش النيل بالقاهرة. والنهاردة شركة مياه الشرب بالقاهرة هتقطع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، وده بسبب تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مليمتر بشارع الترعة التوفيقية. ولعشاء الكرة الأوروبية النهاردة، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هيواجه فريق ريال سوسيداد في ذهاب دور الثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا الساعة 10 مساء. كمان فريق لاتسيو الإيطالي هيواجه فريق بايرن ميونخ الألماني في نفس الميعاد.